بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. هذه رسالة موجهة أنا محمد ومحمد الحميتي للأخ الأستاذ المحامي سيد المختار. بسيدي سيد المختار، أنت والله أنتو ما زاد أهلي عكم، كنتو يا الله تعودوا أكثر وعي من ذا، وظن نبيكم كان كبير، لكن الشاكي نهائيا عنكم يدعو واحلين في مرادة الخيام وتخمامهم. قضية اللي جيتوها تخلينا عنها كاملين وخليناها في ايديكم، لأنكم أولا حق بها، وثانيا الحمد لله محامي كبير متمرس، ويالتكم تعودوا عندكم رؤية واسعة شوية وسع من ذا آفاق أكبر، عنكم تعودوا تعلقوا على حساب مستعار تعلقوا عليه بذي الطريقة. كنت متهم الأخ الأستاذ محمد عبد الشياق، والله اللي على أنه ما كان لا بدارك من أولا. ثانيا عن الفقيد يعطيه الرحمة إن شاء الله، عن كثرة عصابة بدافع الأخوة بدافع القبيلة ما تقد قطعا يقتل هو بقبيلة كنت كاملة، للناس قاعد ما تعرف إيش خاس ولا تعرف إيش اسمه، شنو الحمد لله يكون شي صالح. تعود يقتل انه اخوك انت جايته عصابه من نواكشوط ولا من المغرب يكتب عن اخوك انت، وانتم الحمد لله موجدوا في بل العصابات المغرب العالم، العصابات العالم من اهل المخدرات. تونس نفس الشيء الحمد لله يستاهلوا شهرة، اسبانيا نفس الشيء، وفرنسا نفس الشيء، ما خالك شيء يسوى شنو، وانتم الحمد لله يتوقوا وتدخلوا يتوقوا فهم اللي يسوى نفسي وترجعوا وتمشوا وكل شيء تعدلوا، ما انتقموا من شخصكم انتوما، ما هم جايين الأستاذ هونت في النعمة يقري فيها وساكن فيها هونت ولا وحارك منها مع والده هون جزاه الله خيرا، كان عايل عليه ليه يقتلوه، والله ليه يقتلوه لكي يحسوكم انتوما عن انه يقتلوه، والله انه ليه يعود ليه يأثر فيكم انتوما، فمياس يأثر فيكم ما هو اللي هو قاعد انتوما معكم على طريق وهون في النعمة اسمع عايش هونت حياتنا احنا اللي هون رعينا فيها معه، وانتم الحمد لله في حياة الرفاهية والتمان والراحة، وما ما 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 عنده قاعد بكم علاقة يسوي شنو يعود له اللي هي يأثروا عليكم بكثرته والله ب ب ب ب ب المسألة اللي خلقت قريب تلحقوها، أقرب شيء موجود هو اللي تخرصوا، لا تخرصوا المسائل البعيد والعصابات، خرصوا محيط، خرصوا قرابة، خرصوا ياسر من الشيات الأخرى فمات اللي قريب فهم هو اللي أرتوا ينبحث فيه، وخلوا معكم اتهامات الناس، قولوا للناس يا الله تكم تقولوا لها التشريع شن هي تيجتوا، انتم قلتوا معكم ثائقين في الدولة وثائقين في التحقيقات، قولوا لنا قبيل التشريع شن هي تيجتوا، طيب شن أشكال ذا اللي خلق شنو مع اللي قالوا هم ولا ذايقين فيها، وإن قالنا توا ماشيين وخلوا معكم التضار وخلوا معكم الوقوف، لأن فهم الحكومة وفهم الدولة اللي يتعدل وفهم جهات أمني واللي يبحث إلين توخذ النتيجة وتنقال لكم تعودوا من اللي معكم مقتنعين به، هذا هو شمل الاتهامات، ذاك مشى وذاك بكر وذاك مشى نهارها مشيت وذاك مشى نهارها وذاك صبحايتها مشى، ناس كاملة الناس أنا محسود عليها السفر ولا محسود عليها المشي راس الإقعاد، والله تتهم إلى كتلة رجاج اتهامات خطيرة، وإحنا قاعد أنتم في الحقيقة لو كنتوا ما علقتوا عليه يعود رواية عادية من السفيه والله من حساب مستعار ولا يسول عنها، غير تعليقكم أنتم عليها في الحقيقة كان ما لابد منه، نحفظ عمرك إن شاء الله، ويجب عليك الاعتذار من الأستاذ محمد الشياخ، يا الله تعتذر منه، يا الله تعتذر منه وتعتذر وتمحي ذاك التعليق وتروح له في شماه وشي لي قدمي القضيه.